صبيح يلا نكمل الطريق. ايدك ايدك حلم ولادنا بين ايديك. هنا كل الامكانيات متاحة لأي دراسة جادة، وكل تجربة ممكن تقدمنا ولو خطوة في محاربة السرطان. وفي اتصال دائم بكل المراكز العلمية العالمية بنقدر نتعرف على نتائج كل التجارب والتطورات اللي بتحصل في العالم كله. بصراحة انت فاجأتني. مسؤولين كتير في الدولة وقفوا جنبنا، صدرت فتوى الأزهر بإمكان إخراج الزكاة كمساهمة في بناء المستشفى ومصاريفها، ودي بتعتبر كمان صدقة جارية. أنا حبيت أعرفك على كل أجزاء المستشفى في آخر يوم لعلاج سليم، وتعرف قد إيه محتاجينك، والكل اللي بيحبوا أطفال مصر يقفوا جنبنا ويساعدونا. وياريت التبرع بالجنيه ده يبقى في مشروعات كتير تخدم البلد. دول مش بس بيساعدوا المريض على الشفاء، لا دول كمان بيحافظوا على صحته في المستقبل. أنا الفاضي، جرعة الكيماوي اللي بياخدها المريض بتبقى محسوبة بمنتهى الدقة عشان لما يخف ما يصابش لما يكبر بأي مرض تاني. سرطان لازم تعترف انك انهزمت قدامهم. انت خلاص ما بقتش مثلي الاعلى يا شماتة الحمو النيل فينا. الليلة هتكون المعركة الحاسمة. يا عم اقعد بقى فلقتنا، افهم وصدق ان سليم خلاص خاف. قدروا يقضوا على كل الخلايا السرطانية في جسمه، والنخاع الشوكي عنده قادر يصنع جيش من كرات الدم البيضاء اللي هتقضي عليك بمجرد محاولة لمهاجمته. يعني تقعد ساكت وما تشدليش في عروق رقبتك والتخلي في صوتك. هتشوف. بكرة اخر جرعة علاج كيماوي. الدكتور عاطف قال انك كده الحمد لله بقيت زي الاول واحد. ازاي وشعري لسه ما طلعش؟ بعد 6 شهور من بكرة ابقى بص في المرايه.